ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، حيث لقاءات الموسم الرياضي الليبي لكرة القدم والدوري الممتاز تحديدا 2021. لقاء يعد بالكثير، يعد بالجميل، يعد بالجديد على صعيد سلم الترتيب سواء للضيف أو للمضيف. النصر الجميل يحل ضيفا على الأخضر العنيد. تشكيلة الفريقين والقائمة تطول، وهذه كرة لعمامي أحمد سعد. أحمد يدور حول نفسه، تعود الكرة من جديد في الكماشة الدفاعية، ومن جديد هناك الراية على تالاند، هي الكرة الماضية هو التسلل على تالانداي. وهذا شمام، كيف هي السبل وكيف هي الطرق؟ الأخضر في المركز الثاني 48 نقطة، الهلال 46 نقطة، الأهلي بنغازي متصدر ب 53 نقطة، والنصر 46 نقطة. يحاول لعب الكرة على لعب العرض، الكوتي مرة أخرى والكرة تكون أقرب لأصيل. في مرة أولى أصيل وفي مرة ثانية. نصراوية على الناحية اليمنى، مهند فرصة لعب الكرة، يعود بالكرة للوراء، رفع الكرة في هذه المرة، تعود من لوكو من جديد. الكوت يلعب كورته في انطلاقة أحمد سعد، خطيرة بعض الشيء للأخضر، فرصة لمصلحة الأخضر، هناك صافرة تفتك وتعود. إدريس الذرات يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة بعض الشيء، هناك لمس الكرة باليد أو هناك التسلل. مهند في حوار على الكرة، صحبة وجدي، يفتك الكرة وجدي على الناحية اليمنى. حمادي فرصة رفع الكرة، يحافظ على كورته حمادي، لعب الكرة إلى لوكو، التصويب في مرة أولى لوكو. الأخضر الكوت داخل منطقة الجزاء، الكوت ركلة مرمى للأخضر محمد الزروق. ليس هناك شيء يقول الزروق، وهذه الكرة الماضية والدخول الماضي من فكرون. توجيهات لا تضيع، وأمادو هذه كرة تضيع، يا أمادو في العارضة، ومرة ثانية لوكو، لوكو لوكو يندب حظه. الكرة الماضية أمادو وضع كل قوته، لاحظ معي يتعاطى في المقص الأيمن مع الضيوف. عامر في مرة أولى، تعود من جديد في انطلاقة حمادي، حمادي يوصل انطلاقة، يلعب كرة لأمادو، أمادو وهناك الراية جديد إلى المخالفة. هذه هي المخالفة الماضية على فايز الشيخي، وهذه كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة لمصلحة الفريق الأخضر، فرصة هدف أول وهدف، مرت الكرة أم لا، وهدف، هدف، هدف. الكوت، الكوت في الدقائق الأخيرة، هدف في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 35 في الوقت القاتل لفريق قدم كل شيء وسجل في وقت رائع، ما لهم إلا المركز الثاني. الأخضر يريدون المحافظة عليه. الخضراوي الباحث عن الدور الرباعي، تلعب الكرة إلى الأمام، تعود مجددا، التسويب نحو المرمى، رضوان لكن بعيدة، والانتظار السيد عادل لوجني ومراقب المباراة. هذه هي المباراة العاشرة للمساعد الأول، تعود الكرة من جديد لمصلحة الفريق الأخضر للوراء، حمادي يصوب الكرة ومرت بردا وسلاما على مرمى أصيل. التنفيذ من إدريس الذرات مصلحة النصر، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، تبعد في مرة أولى، المغربي يؤكد الإبعاد، حمادي لتكون قريبة من أصيل، أصيل إلى الأمام. وفي هذه الأثناء متتبعين عشاق ليبيا الرياضية، حكم المباراة وقاضي اللقاء الدولي محمد الزروق يعلن عن انتهاء المباراة بتفوق فريق الأخضر بهدف حمادي جد الله.